ميعاد الاثنين الموافق 10 أبريل 10 نيسان 10/4/2023. هنبتدي الأسبوع ده بحساسية شوية وعاطفة أكتر من اللي احنا متعودين عليها. في شوية حالات ممكن تبقى بتعززنا في النجاح اللي بيبقى عندنا، في وئام واضح هيبتدي يظهر في حياتنا، لكن في حالات تانية ممكن تظهر برضو هتكون بتسبب لينا مشكلة في بعض الأوقات. لازم نستفيد في يومنا ده من نصيحة عندنا أو مساعدة شخص بيخصنا. هيكون النهاردة المكان مناسب جدا لينا، هيدلنا كل الأحلام اللي بنبقى بنتمناها من الليلة اللي قبلها. عندنا رسالة مهمة جدا لازم ناخدها بعين الاعتبار. هيجيلنا في يومنا ده كتير من الأخبار المهمة بشكل كبير عن محادثة حصلت مع أشخاص من مدن مختلفة، من دول حتى ممكن تبقى غير الدول اللي احنا فيها. بنسبة كبيرة جدا النهاردة هيكون في راحة، في هدوء، في وضوح عندك أكتر من أي يوم، خاصة لما يبقى بيتعلق الوضع بأنك تعمل خطة مناسبة ليك للأسبوع ده أو حتى لمستقبلك القريب. هيكون عندك أخبار كويسة جدا فيها نشاط بشكل عام كويس مع أشخاص كويسين بتربطكم مع بعض علاقة حلوة. بالفعل هتبتدوا تبصوا لكل الأخبار وكل الأحداث اللي بتحصل إنها مش متوقعة بشكل كبير إنها تحصل ليوم الاثنين، لكن النهاردة هتبقى بداية أسبوع فيها أخبار ممكن نبقى مش متوقعينها بشكل كبير، لكن فيها مجموعة متنوعة من المشاعر اللي هنبتدي نعيشها في حياتنا. هتبتدي تقرأ أفاقك في اليوم ده بشكل كبير، وهيبقى كل الأشخاص اللي حواليك بيتطلعوا لتجارب حلوة من خلالك طول الأسبوع اللي جاي. واللي هيكون بعضكم النهاردة عنده علاقة النهاردة في الفترة الجاية فيها احتفال في عقد زواج أو خطوبة انت بتعد ليها من فترة طويلة جدا جدا في مهمات يومك، هتنفذها في مكان ممكن انه يكون مناسب للحفلة دي من غير أي صعوبات ممكن تبقى في طريقك، هتبقى سهلة وسلسة إن شاء الله. كل الأشخاص اللي بيستسلموا للحالات المزاجية اللي ممكن تبقى بتواجههم النهاردة، اللي ممكن يبقى فيها حزن شوية، هيكون عندنا سبب جاد جدا إننا نفعل كل الحاجات اللي بتبقى بتتعلق بإننا ننفصل أو ننسى الخسارة الأخيرة اللي كانت في حياتنا. هيكون في مناسبات كتيرة هنعمل فيها محادثات كتيرة جادة جدا مع كل أفراد أسرتنا اللي بنكون من خلالها بنحول مواضيع كتيرة فيها حساسية زيادة عن اللزوم. هنتجنب بس ردود الفعل مع الأشخاص اللي حوالينا اللي بيعتبروا قريبين مننا جدا، اللي ممكن تبقى بتضللنا وبتضللهم بسبب معلومات غلط بنسمعها من أشخاص تانيين ما كانش أكيد الموضوع، ما كانش اتكلم فيه بشكل صحيح، اتحور من حد لحد ما الكلام زاد زيادة. هنلاقي النهاردة في دعوة إننا نعمل تجمع عائلي ظريف، لازم نبتدي ما نرفضوش بسبب الالتزامات اللي بتبقى عندنا أو لأي سبب تاني. لازم نمشي الاجتماع ده علشان ما نخسرش حد احنا بنحبه بسبب كلام حد تاني، لازم نسمع وجهة نظر الطرف قبل ما نحكم عليه. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.